النماوي محمد، المدير الجهوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية. بمناسبة عيد الأضحى المبارك لسنة 2022 الموافق لسنة 1443 هجرية، فإن المكتب الوطني للسلامة الصحية وتحت الرعاية ديال وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن أطلقنا واحد العملية ديال ترقيم الماعز والأغنام المعدة لهذه المناسبة ديال عيد الأضحى. فبالنسبة لجهة بني ملال الخنيفرة، فتم أنه ما يناهز ترقيم حوالي 1.4 مليون رأس من الغنم والماعز، وهذه العملية ديال الترقيم فهي تتكون بالمجان لصالح جميع الكسابة عندنا بالجهة. والحمد لله وحنا دابا على أبواب عيد الأضحى، يمكننا نقولوا أن أغلب الأضاحي يعني المعدة إن شاء الله لهذه المناسبة فتم الترقيم ديالها ودازت العملية الحمد لله بواحد السلاسة. بالنسبة للمكتب الوطني للسلامة الصحية فهو على غرار عملية الترقيم، فتنقوم المصالح ديالنا الإقليمية، المصالح البيطرية تتقوم يعني بواحد العمليات اللي تتكون مركزة على عملية مراقبة وتتبع أولا المياه الشرب ديال الأضاحي. كنقوموا كذلك بمراقبة الأعلاف اللي كتكون موجهة للماشية، وكذلك الأدوية البيطرية المستعملة لهذا الغرض، كما أن المكتب تيقوم كذلك بالمراقبة ديال تنقلات ديال فضلات الدجاج اللي تتكون بواحد الترخيص مسبق، وأن المكتب قام عملية توقيف هذا الترخيص حوالي 15 يوم قبل عيد الأضحى. وهذه العملية تتمكننا من تتبع ديال المسار ديال هذه الفضلات وتتسهل علينا عملية التتبع. أما بالنسبة لـ يعني الـ الـ الأطور اللي كتكون مختصة لهذا تتبع هذه العملية ديال عيد الأضحى، أن المكتب وخصوصا في جميع الأقاليم عندنا في الجهة، فدرنا واحد اللائحة ديال المداومة ديال التقنيين البيطريين وكذلك الأطباء البيطريين اللي تيكونوا فيها هاد الإخوة اللي تيكونوا في المصالح الإقليمية، وبالإضافة أن كنتبعوا هاد العملية ديال عيد الأضحى ومن بعد عيد الأضحى، باش إلا كانت شي شكاوى تيكون عملية التدخل كتكون يعني في الميدان، يعني كتكون بواحد الطريقة اللي كتكون يعني كتكون بواحد الطريقة سريعة، وتنتمكنوا أننا كاع تتكون شي إشكالية عند المواطنين تيمكن لنا نحلوها معاهم يعني في لوقيتها، وتيمكن لنا نتاخدوا التدابير والإجراءات اللازمة يعني في عين المكان. لأن هذه العملية ديال الترقيم أنها تتسهل علينا عملية التتبع، يعني ملي كتكون واحد الشكاية من عند شي مواطن على شي أضحية، تنمشيو لهذاك الرقم ديال الأضحية وتنمشيو وتنعرفوا شكون الكساب اللي قام بالعملية ديال التسمين، وبالتالي كتكون العملية أننا كندخلوا باش أننا حتى مستهلك ما يعني ما 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 يعني يعني ما تكون عنده شي إشكالية بالنسبة لعيد الأضحى. يعني احنا كنكونوا هي ديك حلقة الوصل ما بين الكساب وما بين المستهلك اللي كيستهلك هاد الأضحية هذه. وبالنسبة للتدابير اللي تنصحوا بها جميع المستهلكين بالنسبة لعيد الأضحى، أننا تنقولوا يعني جميع المستهلكين أنهم ما يستهلكوا غير الأضاحي اللي هي مرقمة بواحد الحلقة اللي كتكون صفراء في الأذن ديال الأكباش ديالهم ولا ديال الماعز ديالهم، أنهم يحتفظوا بهذاك الرقم باش إلا كانت من بعد شي شكاية تتسهل علينا العملية ديال التتبع. هذه أول حاجة. واللي كنصحوا به كذلك هو أننا المستهلك أنه يقتني واحد الأضحية اللي تنقولوا ان الكبش خصو يكون يعني ملي كنقولوا كبش في صحة جيدة، يعني خص الكبش ولا المعد لهذه العملية يكون يعني تنقولوا يكون واقف، ما يكونش مرخي، ما يكونش هذا، يعني تيكون في واحد تيبان لينا بانه راه واقف وراه 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 زعما شاد راسه. هذه من العملية اللي كتبان بالعين المجردة. اما بالنسبة للعملية الحمد لله ديال الذبح، فديما كان 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 كنحثوا اننا المواطنين انهم يلتجؤوا للسلاخه والذباحه اللي هما الجزاره اللي هما مهنيين، لان كما كتعرفوا في هذه المناسبه انه
يعني شحال ديال السلاخه اللي بحال لا كيكونوا داخلين على هذه المهنه، وبالتالي كنصحوا ان المواطنين يلتجؤوا لذاك السلاخ ولا لذاك هذا اللي مولفين كيتعاملوا معاه، ولا ذاك الجزار اللي مولفين تيقتنيوا معاه، باش انه الاضحيه كيتم الذبح ديالها بواحد الطريقه سلسه، وان ذاك السلاخ كيستعمل بعض الادوات اللي كتكون اللي كنقولوا كتكون معقمه، كيعمل على الغسل ديالها باش ما يقومش انه يدير لنا شي مشكل في هذيك الاضحيه، يعني باش ما كتكونش واحد ان كونتاميناسيون لا قدر الله، وتتمر العمليه ديال السلخ بواحد السلاسه، وان هاد المهنيين حتى العمليه ديال السلخ كتكون بواحد المده وجيزه، ما خصش الحيوان نخليه واحد المده ملي كندبحوه كنخليه واحد المده، لان كتكون الاعشاء ديالو عامره، كتكون هذا يعني خاص العمليه يقوم بها واحد المهني اللي هو كيعرف سميتو، ونحاولوا ان ذاك الاضحيه ملي كنحيدوا ليها ديك البطانه ديالها نحاولوا نتجنبوا ديك العمليه ديال الغسل، لان العمليه الغسل الا كانت شي بكتيريا ولا هذا، العمليه ديال الغسل كتعمل على انتشار ديك البكتيريا فسميتو، يعني غير البلاصه اللي مقيوسه هي اللي نحاولوا نديروها، ولكن ديما نخليو ديك الضحيه انها تقطر بوحدها وتكون في واحد البلاصه يعني فيها الظل، ما تكونش مشمشه، ونخليوها حتى تقطر على خاطرها، وملي تكمل غير هو ملي تنكملوا العمليه ديال الاضحيه ديالنا وتيدوز الحمد لله العيد بخير وعلى خير، فكنصحوا كذلك جميع المواطنين والمستهلكين انهم يقوموا من بعد، يعني انهم ما ياخذوا ديك الوجبه ديال الغداء، انهم يلتجئوا كذلك للجزاره باش يقوموا بالعمليه ديال التقطيع، ويقوموا بالتجميد ديال هذاك الكبش، لانه كما كتعرفوا هذا العام غادي يجي عيد الاضحى يعني في واحد الحراره اللي غتكون شويه زايده، وكما كتعرفوا 44 درجه ولا 46 درجه، فيستحيل يبقى عندنا ذاك اللحم يعني في ظروف مزيانه، وبالتالي يمكننا نحافظوا عليه في واحد المبرد ولا مجمد، اللي نقوموا اننا يكون عندنا مجمد اللي هو مزيان، ونحاولوا نديروا دوك الطروفه ديال اللحم نقسموهم ونديروهم في الجنبات ديال ذاك المبرد، حتى تكون عمليه التجميد تكون عمليه مزيانه، وباش ما يوقعش الاتلاف ديال ذوك اللحوم ولا توقع شي تعفنات لا قدر الله. ومرة أخرى أنا تنقولوا أننا المصالح الإقليمية بجميع الجهة ديال بني ملال الخنيفرة فهي مجمدة، وعندنا واحد اللائحة ديال المداومة اللي هي معلقة في المصالح، وأننا ملي كيعيط عندنا شي مواطن ولا كنشوفوا شي عملية ديال يعني شي شكاية حتى في وسائل التواصل، راه كاين واحد الرقم أخضر دايروا المكتب الوطني للسلامة الصحية للإجابة على جميع الشكايات، وكذلك التدخل السريع عند جميع يعني جميع المواطنين اللي كتكون عندهم شي عمليه ولا شي شكوى، اننا المكتب تيقوم بالتدخل السريع، وتنقوم بارسال العينه كذلك المختبرات اللي هي كتكون مجنده معنا في هذه المناسبه ديال عيد الاضحى، باش اننا التحاليل كتكون بطريقه سريعه، وتنتمكنوا باش نعرفوا اشنا هي الاسباب ولا المسببات اللي ادت اما لهذاك الاشكاليه ولا ذاك التعفن ديال اللحوم ديال عيد الاضحى. ومرة أخرى بهذه المناسبة تنتمنوا جميع المواطنين وجميع المغاربة تنتمنوا لهم عيد مبارك سعيد، وتنقولوا لهم راه المكتب الوطني للسلامة الصحية راه دائما مجند يعني في خدمتكم، وباش نسهروا إن شاء الله باش يمر هذا عيد الأضحى يعني بواحد دوز كالسنوات الفائتة أنه يدوز في ظروف جيدة.